في صيغتها التاسعة قدم المشاركون في المسابقة السنوية لبعث المشاريع تحت شعار تحدي بعث المشاريع مجموعة ابتكاراتهم في تكوين المؤسسات وذلك في شكل خدمة أو منتوج في مجال تكنولوجيات الاتصال. بعد أسبوع من التحدي تمتع فيه طلب المتنافسون بتأطير وتدريب مهني وبيداغوجي، توجت اليوم ثلاثة مشاريع بجائزة المسابقة السنوية لتحدي بعث المشاريع وقيمتها 3000 دينار لكل فريق. الليدي دو بروجي نتاعنا كانت تتمثل في معناتها هي في القطاع الفلاحي، تساعد الفلاح باش يفيق بالحشرات، كان فما تمثل اخترع على المزروع نتاعو. ويبدا ونعلموه عبر معناتها ميساج ولا فما ابليكاسيون ما ابليكاسيون عملناها. لقينا الحل للديابيتيك لي بيرسون ديابيتيك اللي في تونس، اون فيت باش يستعملوا ام غاسلي يتحط في اليد، ان ابليكاسيون موبيل اي معاها سكانيت. دونك سكانيت هذايا باش تاناليزي تبالي معناها تحط الصحن نتاعك وتشوف شنو هي الماكله اللي في الصحن هذيك، وابارتير من سكانيت والبراسلي باش تبعث لي زانفورماسيون لابليكاسيون موبيل اي باش تقول للكليون للباسيون نتاعنا دونك كيفاش الماكله نتاعو اسكو بينيفيك ولا اسكو نويزيبل على سونتي اسكو تتمشى مع الريجيم نتاعو ولا. بالنسبه للفكره نتاعنا هي تمكن الفلاح عن طريق السمارت فون نتاعو الهاتف نتاعو انه يشوف الحقل نتاعو شنو هي الحاله اللي هو فيها ويتخذ القرار حسب دي زالغوريتم ديجا امبليمونتي باش ينجم يحسن في المنتوج والمردوديه نتاع الحقل نتاعو. المسابقة في نسختها التاسعة اختارت محور انترنت الاشياء وتحديدا مجال المدن الذكية. الوغ اش معناتها المدن الذكية؟ معناتها تتحكم على الاشياء، تحكم على الاشياء عن بعد عن طريق الانترنت، تكون في دارك تنجم تجاري حاجاتك اللي في الخدمة اديستانس. المسابقة تهدف إلى دفع روح المبادرة عند الطلبة وتشجيعهم على بعث مشاريعهم. مهمة جدا في البرنامج الاستراتيجي نتاعنا لأن تنمي القدرة عند الطالب للمبادرة للابتكار. هذه المسابقة فرصة للمشاركين والمنظمين على حد سواء نحو دعم رواد الاقتصاد الرقمي في تونس.